شوفوا قاعد ولاده هذا وهذا يشتغل هذا يبقون. مع اقتراب أي انتخابات في العراق تزداد معها صراعات الكتل والأحزاب وما التوترات والاشتباكات التي شهدتها ساحة الصدريين في محافظة النجب بين أنصار التيار الصدري وعمار الحكيم وأتباعه على خلفية عقد مؤتمر انتخابي لتيار الحكمة في المحافظة إلا شاهد على حالة الفوضى التي تسبق انتخابات مجالس المحافظات. التيار الصدري وبعد اعتزال زعيمه مقتدى الصدر المشهد السياسي في العراق بدأ يضغط من بوابة انتخابات مجالس المحافظات لفرض قراره، واصفا الانتخابات المقرر إجراؤها نهاية هذا العام بأنها محاولة لإعادة تدوير السياسيين الفاسدين، وهما قبل بالرفض من قبل الحكيم الذي حذر صدر وأتباعه ضمنا من عرقلة سير الانتخابات، محملا الصدر مسؤولية ما وصفها باختلال التوازنات لدى ما سماها بالكتل الأكبر حال فرض المقاطعة. لكن البعض هو ما يشارك يقول أنا ما أشارك وما خليك اتهم تشارك، أمزق ملصقاتك، أعتدي على تجمعاتك. ومع تنام الصراع بين شركاء العملية السياسية رد ائتلاف المالكي على دعوة الصدر لأنصاره بمقاطعة انتخابات مجالس المحافظات، حيث عد الائتلاف بأنها دعوة غير مجدية كون التيار لا يمثل من سماه بالمكون الشيعي بأكمله، متوعدا باعتماد النتائج مهما كانت نسبة المشاركة ضئيلة، وهما اعتبره مراقبون محاولة من الإطار التنسيقي لتقزيم التيار الصدري. هو صراع حزبي من أجل المناصب والسلطة لا لمصلحة الوطن، يتفاقم مع اقتراب انتخابات مجالس المحافظات رغم الرفض والمقاطعة الشعبية لها كسابقاتها من انتخابات لم تنتج سوى ترسيخ للمحاصصة الطائفية واستشراء للفساد.